نعم هذا جاياك. نعم؟ اي كبيره تشل بسرعه. تشل بسرعه يعني تنزل. اي حلقها شوي كبيره تشل، هذا الناعم يظل ينقر بالطعم. بس لازم تنتظر، انت ما تحرك السنارة مو؟ لا هو على الخيط براسه من تنقل يبين. اها، واذا كبيره ما تسحب السناره؟ اي تسحبها، يروح هو الخيط تجرها تطلع. يعني تسحب الخيط ما تسحب السناره؟ تسحب الخيط، تسحب حتى شو اسمه تحركها. والحديده هم تروح لو تقدر تسيطر عليها؟ مسيطر عليها؟ لا تجي كبيره عادي، تجي تجرها على كيفي وطلعها منها. اها يلا. اي صادق طلعها 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 طلعها. عافية عافية. هاي صغيرة هاي. اي يلا هاي هي. سمتية صغيرة. سمتية صغيرة. عاشت ايدك عاشت ايدك. هاي شو تسوون، ترجعونها الماي تاخذونها؟ لا نرجعها هاي، ترجعوها الماي. اي اي قد تكبر. يلا بس وقف وقف خلينا نشوفها نصورها. الله محترمة هاي، راح تشمرها؟ يلا شمرها شمرها. يعني هاي السمكة الصغيرة ما ناخذها؟ ما تاخذوها تتيهوها؟ اي نزلها للماي، كبيرة بس ناخذها. يلا مشكور مشكور. هم صايد كبار هنا؟ اي صايد. وين هسه صايدهن؟ مرجعهن؟ رجعتهن صغار. رجعتهن صغار. سنتيات اثنين وبطل. صغيرة رجعها. يعني السمكة الصغيرة ترجعها؟ اي تكبر وعالم ما ترجعها ياخذها، بس هي ما تفيد هالقدوة. اي جاي تخلي طعم الهن؟ روبيان روبيان روبيان. بس خلي شوف يلا تخلي خلي صار الطريقة هذه بس وريها. فلس روبيان هذا مفلس. روبيان شوف تي تفلس لها مثل هسه، اذا تي تفلس لها ولازم تفلس لها ماكو سمكة ما تاكل. تفلس لها روبيان؟ اي جرذيرها منها وتركبها. والله هاك خليها من ديرها. ها؟ فلتت والله. خيط عندك التف. هذا ما تسنتي يسموها صوت. خلبصت؟ اي وايد خلبصت ها. رايد ارفع الخيط لفوق، ارفع الخيط لفوق خليه شوف مو هيك مو هيك 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 مثل ما قلت هيك. يعني هذا الخيط شو رفيع كلش يعني؟ هذا مال سمتي. مال سمتي هذا 30 سم. اي الطق بيه يبين. ماكو سمكه خشنه. ما موجود سمكه خشن؟ والله كيلو. اكثر شيء كيلو. اي كيلو كيلو وين هذا الشلج؟ كيلو كيلو وين؟ اي الشلج ياكل بهذا السنبله. بس دائما ذيك الصفحه تصير اقوى من هاي الصفحه. احسن ذيك الصفحه؟ الحمض. شركات يذبون اكل، احنا يا اهل يذب اكل.
هذا الغضاله مال الاكل يلتم السمك ومك بي ذاك شايله من هناك حنطه ما حنطه شير اكثر صح. القطان يعني يتواجد هناك يعني السمكه الكبيره بذاك الصوب اي قطان 6 كيلو 5 كيلو يعني هذا موجود سايلو يذبون الشغلات اي حنطه يلا اسحبها 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 صادت 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 هم صغيره هذه بس صغار هذا اكو بعديه كبيره حسب ما حسب الرزق هاي شو سوى له هي هذا هذا نوع يسمونه بلطي بلطي شو والله وما شقت عينها مصري هذا مصري اي مصري دير باك دير باك عينها لا لا ما اذي لا تذي لا تذي شو والله هتيته صغيره بس والله بيطعم هذا والله بيطعم هذا اكو كبار من عنده هذا تقريبا نص كيلو كيلو يقولون هنا انا هسه ما شايف يعني كبيره كلش يعني كيلوات 3 4 لا لا ما انا مطلع ازي شيء ازي شيء كيلو اي بس بغير مكانات 5 كيلو 6 يطلعونها مو عندنا بس مصر اي لا لا كيلو اكو عندهم اكو نهران لها وماي خاص كبيره تصير 5 كيلوات 6 يطلعونها في هاي الشصوصة شظل يجور بيها كل واحدة هس هاي نفس النوعية كلش ان شاء الله يوسف شوي ينسى ها ليش تخلي عجين هنا بال حتى تثقل الخيط عندك ما صديت انت ما صيد ان شاء الله الصيد السلام عليكم ما صديت ما صديت نعم نعم وين صايد هسته والله خلينا نشوف ها تقدر تطلع لنا نشوف نصور احنا جاي اذا بيها مجال ولا من زحمك بس يعني بس واحده خلي خلي بطنك تشيس بس خلينا نصور من بعيد يعني كم واحده ثاني ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه اربعه لا تخليهم بجيس وتخليهم بالماء ترجح المو حتى لا يموتين اي بعدين لا اريد انا اخذها ما اريد اشوفها اها يعني ما تريد تشمرها اي اذا ما صديت كمية يعني تشمرها عندنا اشمرها اي إذا بهن غدا تاخذن وياك، إذا ما بهن غدا توفد. إي والله خوش عاش، عاش في بيت. هاي ما بيها. متي. جماعتك يخلون روبيان أنت تخلي عجين؟ جيني. عجين أفضل ولا الروبيان أفضل؟ والله الاثنين تاكل بالروبيان وبالعجين. كلتها؟ اي نعم هواي
تعطينا افضل صيد هو بالسناره؟ افضل صيد بالسناره؟ بالبلد عجب هذا الذبح قريب، ليش ما تذبح بعيد؟ مال بريد؟ هنا علق هنا شلل. يلا مشكور عمل حلاتي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.